لكن تعالى انا وانت الاول نروح على تدريب النادي الاهلي، لان كل مره بفرجك على حاجه، والنهارده هتتفرج على حاجه انا شخصيا ببقى سعيد بيها، وانت هتبقى اكثر سعاده مني بيها. تمرين النادي الاهلي النهارده على هامشه كان في اجتماع بين كولر وبين جهازه المعاون، والراجل بدا يشتغل على مباراه السوبر. لكن هي دي الصوره اللي هتعجبك. حمد الله على السلامه يا علوه، حمد الله على السلامه يا غالي. تقول يا عم لسه ما جريش وبتاع، لا بس كنا فين؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ انا جايب لك الصوره دي اللي تهمني من التدريب النهارده. علي معلول من ساعه الاصابه عمل العمليه بسرعه، بدا العلاج الطبيعي بتاعه بسرعه، واضح انه يعني شهيته مفتوحه والدنيا عنده كل يوم افضل من الاول. ادي علي معلول، وادي بدا يلعب برجله وبدا يتنطط شويه. طبعا طبعا تقول لي ده اتمرن خلاص قدامه شهر. نعم شهر كده ويبقى 100 فل و14. علي حاجه جميله، حاجه تفرح. الحمد لله على السلامه، نورت الملعب يا غالي، وهتنور الملعب كمان وكمان. انا من المتيمين بعلي معلول عشان تبقى القصه واضحه. واكرم مبسوط، وعمرو السليه مبسوط، وكل زملاته، لانه علي من المخلصين الجمال للنادي الاهلي. كمان كولر متابع لعيبه كلها، حاله الراحه النفسيه اللي موجوده، التركيز الشديد اللي موجود مع اللعيبه. وزي ما بنقول عندنا مباراتين، اصل انا بمشيها واحده بواحده. مباراه ان شاء الله نصف النهائي امام سيراميكا يوم 20، مباراه مهمه ومباراه صعبه. ثم المباراه النهائيه بامر الله يوم 24 ان شاء الله. ما اقدرش اقول على الاهلي غير ان شاء الله المباراه النهائيه. وارد كل شيء في عالم كره القدم، لكن احنا بنقول على امالنا وعلى طموحاتنا وعلى كل اللي في قلبنا، لان مارسيل كولر النهارده عمل جلسه مع اللعيبه، الكلام كله عن البرنامج التدريبي، عن كافه الامور الفنيه، عن مذاكره فرقه سيراميكا. لسه مش بالفيديوهات، لانه لسه في لعيبه موجوده في المنتخب، واتكلم كمان مع اعضاء الجهاز الفني في البرنامج بتاع التدريب والتحضير لبطوله السوبر. وان شاء الله باذن الله هنفرح بالنادي الاهلي، يستعيد نغمه الانتصارات، يستعيد الفرحه، يستعيد ثقه الجمهور كالعاده. التمرين في حالات ترويحيه. ادي اشرف داري كان جاله كده اجهاد خفيف، لكن الحمد لله سليم وطمنا وتاكدنا. وهو الاحتفال بعلي معلول. دائما وابدا علي معلول هو اللي تلاقيه مصدر ومركز كل حاجه يكون فيها ان شاء الله ارتياح.